السلام عليكم اصدقائي، مرحبا بكم في حلقه جديده او في فيديو جديد. مبروك عواشركم، العيد وصل والحجر الصحي. صراحه غادي يكون هذا العيد في شكلها. المهم، الموضوع ديال اليوم هو تليفونات اوكازيون في حدود 3000 درهم 3500 درهم 2900 درهم، المهم في هذه الحدود هذا، ويكونوا يعني بماتيريال اللي هو قوي، مواصفات قويه اللي تستحقوا انكم تشريوها حاليا في 2020، عوض ما تشريو تليفونات اللي هما جداد من الفئه المتوسطه بهذا الثمن ديال 3000 درهم. كما كتعرفوا، التليفونات ديال الفئه المتوسطه اللي كيجيو جداد ب 3000 درهم 2900 درهم 2800 درهم، راه ما يمكنش لينا نقارنهم مع تليفونات فلاجشيب. واخا ديال السنين اللي فاتوا، واخا تليفون خارج في 2018 ولا 2019 ولا حتى 2017، تليفون فلاجشيب ديما كيكون فيه ماتيريال اللي واعر، كتلقى فيه معالج فلاجشيب، كاميرا الى غير ذلك، جميع من جميع النواحي، حتى التصميم حتى الديزاين حتى الماتيريال باش مصنوع كيكون ناضي مقارنه مع تليفون من الفئه المتوسطه كما قلت من قبل. اليوم جبت لكم خمسه ديال التليفونات اللي مازال انهم يستحقوا انكم تشريوهم، عوض تشريو هذه التليفونات هذو ديال الفئه المتوسطه حاليا في 2020. غير هو خصكم تقلبوا على حاجه نقيه، ما تشريوش يعني شي حاجه اللي مدقدقه بزاف، حاولوا يكون مفتوحش ويكون الغارانتي تاخذوا عند صحاب المحلات ويكون غارانتي، لان الاوكازيون فيه بزاف ديال المشاكل. ولكن اذا كان تليفون اللي نقي وتليفون اللي خديته عند يعني مول المحل اللي غارانتي كتعرفوه ودرتو معاه شهر ولا شهرين ديال الغارانتي، راه تاكدوا بلي غادي يخدم لكم احسن من تليفونات في المتوسطه واخا تشريوهم جديد. المهم بلا ما نطول عليكم، يلا نشوفوا التليفونات اللي جبت لكم في هذا الفيديو، وتاكدوا باللي هاد التليفونات راه اختيارات مناسبه. ما تنساوش تعطونا لايك الى عجبكم الفيديو، اللي اول مره يشوف القناه ولا اللي ما مشاركش في القناه يشترك ويفعل الجرس يستافد ان شاء الله، ودعموني حتى انا نستمر ونزيد نجيب لكم الجديد ونجيب لكم فيديوهات، وتاكدوا باللي كنقلب وكنبحث باش نجيب لكم فيديوهات اللي تستافدوا منهم. وشكرا على الدعم ديالكم باللايكات الكومونتير، كلشي داكشي زوين هو هذاك ناضي. يلا نشوفوا التليفونات. ونبدا معكم بالجالاكسي اس 9 بلس، من احسن التليفونات اللي بدينا بهم سنه 2018، وكان الثمن ديالو تقريبا ديك 9000 درهم باش دخل السوق على ما كنظن. باش تلقى تليفون جامع كلشي، مقاومه من الماء بمعيار اي بي 68، عليه حمايه من الكسر، غوريلا جلاس 5، وكيدعم الشحن السريع والشحن اللاسلكي، وشاشه ديالو سوبر اموليد عاليه الدقه اللي ما يمكنش انكم تلقاوها في هواتف فئه متوسطه ولا فئه اقتصاديه، وكاميرا احترافيه وتصوير فيديو 4K 60 فريم في الثانيه، وبزاف ديال المميزات. الا بغيتو تعرفوها كامله راني درت ليه فيديو بوحدو، غنخلي لكم الرابط ديالو تحت الفيديو. والثمن ديالو دابا اوكازيون حاجه نقيه 3500 درهم تقريبا، تقدروا تلقاوه زايد شويه ناقص شويه ماشي مشكل. وتاكدوا بلي حتى شي تليفون في الفئه الاقتصاديه بهذا الثمن ديال 3000 درهم ما غاديش تلقاو فيه نفس الخصائص اللي في الاس 9 بلس. وفي نفس السنه اللي هي 2018 عندنا هواوي على تليفون هو من افضل تليفونات اللي نزلوا للسوق في 2018، ومازال من افضل التليفونات حتى لحد الساعه، واللي هو هواوي بي 20 برو، ومازال فيه تطبيقات جوجل اللي تحرمنا منها في تليفونات هواوي جديده. الثمن ديالو هو باش دخل للسوق في 2018 9000 درهم تقريبا. المواصفات ديالو هو ما غاديش تكون اقل من الاس 9 بلس من طبيعه الحال، وفيه كاع المواصفات ديال التليفونات الرائده، اولها كاميرا احترافيه، ومن طبيعه الحال سلسله البي معروفه عند هواوي بجوده الكاميرات ديالها، وديما كيكون فيها احسن ما كاين في الكاميرات. ماشي غير الكاميرا، حتى هو كيجيب شاشه اموليد وكيدعم الماء والغبار بمعيار اي بي 67، كيصور فيديو 4K، باتري 4000 ملي امبير، وكيدعم الشحن السريع، وبزاف ديال المميزات والخصائص الا بغيت نهضر عليها حتى هو خاصني ندير ليه فيديو بوحدو، ولا بغيتو لي فيديو بوحدو قولوها ليا. والثمن ديالو حاليا اوكازيون حاجه نقيه بديك 3000 درهم تقريبا. وان بلس 6 بمعالج سناب دراغون 845، وكاميرا خلفيه بجوج عدسات ممتازه في التصوير ديالها، وكتدعم بزاف د التقنيات، وكيصور فيديو 4K 60 اطار، وعليه حمايه من الماء والغبار، وشاشه سوبر اموليد دقه عاليه، عليها حمايه غوريلا جلاس 5، باتري 3300 ملي امبير، كيدعم الشحن السريع ولكن ما فيهش الشحن اللاسلكي، وهذه ماشي شي حاجه اللي غادي نحتاجوها ضروري تكون في التليفون،
كيدعم فيس انلوك، نظارات الفي ار، سماعات الى اخره. هذا التليفون حتى هو دخل السوق في 2018 ودخل يمكن بالثمن ديال 7000 درهم تقريبا. كما كتعرفوا الفلاكشيب ديال ون بلس ديما كيجيو نازلين في الثمن مقارنه مع الفلاكشيب الاخرين، واخا حتى هي ماشيه وكتزيد كما شفنا الون بلس 8 هذا العام جا طالع شويه في الثمن مقارنه مع 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 اللي سبقوا، يعني مع الون بلس 7 وكذا تقريبا 10000 درهم اللي داير دابا. ودابا تلقاوه بديك 3000 درهم الون بلس تاع علاش كنهضر، دابا غادي تلقاوه بديك 3000 درهم تقريبا اوكازيون حاجه نقيه، وتا هو من ضمن التليفونات اللي في هذا الفيديو وكنصحكم به. كامل ليكم كتعرفوا سلسله النوت عند سامسونج بطبيعة الحال، واللي ما كيعرفها غيكون عارفها ملي تفرقع النوت 7 وكلشي يهضر عليه في ديك الوقيته، ما بقى حتى شي واحد بغى يشريه. يعني كانت ضجه كبيره من ضمنها شركات الطيران منعوا المسافرين يطلعوا معاهم الطياره حيت كان فيه مشكل في الباتري. المهم كان دار ضجه، من بعدو تبعوا النوت 8 في الاخر ديال 2017 وكان من افضل التليفونات، وتا هو داخل في هذا الفيديو ضمن التليفونات الواعرين اللي تقدروا تشريوهم مستعملين بديك 3000 درهم تقريبا. تليفون مصنوع من المعدن وبشاشة سوبر اموليد بدقة كيو اتش دي، معالج ناضي سناب دراجون 835 ولا اكسارينوس 8895 في حماية من الماء والغبار اي بي 68، البدري اللي فيه 3300 ملي امبير كيدعم الشحن السريع والشحن اللاسلكي، ومختلف على هاد التليفونات كاملين بالقلم اللي كيجي معاه وكيجي كامل مع التليفونات ديال سلسلة النوت. تليفونات جوجل تا هما من احسن تليفونات في العالم، وفي هذا الفيديو معنا جوجل بيكسل 3. التليفون دخل السوق في 2018 وتا هو كيعتبر من اقوى التليفونات اللي دخلوا السوق في هذه السنه، بمعالج سناب دراجون 845. ما غاديش تلقاو هذا المعالج في حتى شي تليفون في الفئه المتوسطه كونوا على يقين، وعليه حمايه من الماء والغبار اي بي 68، البطاريه اللي فيه بسعه 2915 ملي امبير كيدعم الشحن السريع والشحن اللاسلكي، كاميرا ممتازة بدقة 12 ميجا بيكسل، كيصور فيديو 4K، شاشة رائعة من نوع اوليد. تا هو الا بغيتو ندير لكم عليه شي فيديو بوحدو نفصلو لكم مرحبا على العين والراس. والثمن ديالو اللي نزل به للسوق تا هو في 2018 كان تقريبا 9000 درهم، وحاليا اوكازيون كيدير ديك 3000 درهم 3500 درهم على حساب النقاء. كما قلت لكم في السابق هاد التليفونات كاملين راه الثمن ديالهم كيتراوح من 3000 درهم حتى 3500 درهم، تلقاهم بقل وتلقاهم اكثر بشويه عادي على حساب النقاء ديال التليفون. وصيكم ونعاود شريو حاجه نقيه، بغيتو تشريو الاوكازيون شريو حاجه نقيه، شوفوا محلات الاتقاء كتعرفوهم وتعاملوا معاهم، خذوا تليفون يكون نقي ماشي مشكل تزيدوا شويه في الثمن، وكونوا على يقين باللي راح احسن من تليفونات الفئه المتوسطه. نتمنى نكون فدتكم في هذا الفيديو اصدقائي، شكرا لكم على المشاهده ومبروك العواشر مره اخرى. السلام عليكم.